النيابة هي المسؤولة عن الإجابة على سؤال من القاتل، مش إحنا. يعني بيقولوا إنه إحنا مش المعنيين بالإجابة على ذلك، لكن حضرتك لهم بتحمل المعنيين، لهم المعنيين بتقديم الأدلة للنيابة، هم المعنيون بتقديم الأدلة الجنائية للمتهمين، سواء من خلالهم مباشرة أو من خلال سلطتهم كرئيس جمهورية على الداخلية وأدواتها ووسائلها، هم المسؤولين المسؤولية المباشرة لتقديم الأدلة للنيابة. ما هي أدوات النيابة للتحقيق والاتهام؟ ما هي أدواتها؟ النيابة لا تمتلك الأدوات، إنما الاتهام معلومات الاتهام، تقديم المتهمين، إلقاء القبض على المتهمين. الطرف الثالث ده مين اللي بيحركه؟ كان فيه قبل كده كلام كتير ولم يتمخض الكلام الذي نشر وأذيع وروج له قبل ذلك بأنه في طرف ثالث متصل بأذناب النظام السابق، قيل هذا الكلام حتى هذه اللحظة الآن، حتى الآن لم يقدم أحد من الطرف الثالث هذا لنيابة ومحكمة حقيقية سريعة ناجزة. طيب عشان ما بعدش عن الأحداث، تعالوا نشوف الكلام بتاع اللواء مختار الملة في الإجابة على سؤال من القاتل، نشوف المؤتمر الصحفي قال إيه، يعني عشان نحاول نشوف يعني المجلس العسكري، لأن الدكتور محمد مرسي يتهم المجلس العسكري، يعني حضرتك لا تتهمه بالتورط في الدماء، لكن لا تتهمه أنا بالمسؤولية. أنا يا أستاذ وائل معلش اسمح لي قبل ما تشوف الحتة دي. آه. نحن بعيدين كل البعد عن التخوين، لا مجال للتخوين، إنما العجز والتقصير وسوء تقدير الموقف هو هذا الذي يؤدي إلى ما نحن فيه. طيب ولكن حتى لا تتهم المجلس العسكري بأنه جزء من المؤامرة لتعطيل تسليم السلطة فيختلق أزمات من هذا النوع. ليس لدي أي معلومات في هذا الشأن على الإطلاق. طيب نشوف اللواء مختار الملة قال إيه حينما سئل من القاتل. حضرتك تتوقع أن احنا نصل للفعل الحقيقي خلال قد إيه؟ الأحداث دي حصلت إمتى؟ يوم 27 نصل لا اول حاجه يوم 28 والباقي كان امبارح. نصل للفعل الحقيقي، هل انت تقدر تحصر من هو في ميدان العباسيه الان وفي ظروف وزاره الداخليه الان ان احنا نتوصل الى الفعل الحقيقي من ضمن الموجودين في الميدان؟ من هو؟ هتاخد اجراءات، انما حته الطرف الخفي والطرف الثالث والكلام ده موضوع طلع، انما احنا كلنا عارفين وانت عارف وانا عارف مين اللي بيعمل، ولكن عشان تيجي تقول اتهام لشخص ما انه قتل او انه ضرب بالنار او انه استخدم خرطوش او ما شابه ذلك، لابد ان يكون هناك إدانة مش كده وحاجة ثابتة، وهذا دور الداخلية، والسيد النائب العام كلف وزارة الداخلية بالتحري وجمع الاستدلالات عما ارتكب هذا الجرم. طيب دكتور محمد مرسي، هنا اللواء مختار الملة قال القاتل موجود في الميدان، وقال يعني فيما معناه انت عارف وانا عارف ومين عارف بانه مين اللي بيعمل كده، لكن ما حددش مين، لكن هو بيقول القاتل موجود في الميدان. الحقيقة كلام غريب جدا، يعني هو بيقول للصحفي صاحب السؤال انت عارف وانا عارف. طيب هب ان الصحفي مش عارف، سيادة اللواء بيقول عن نفسه انه هو عارف وانه في الميدان، اذن القاتل هو يعرفه ويعرف انه في الميدان ولم يلقي القبض عليه ولم يقدم ادلة الاتهام. الحقيقة كلام يحتاج الى تدقيق والى